نبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد، فهو أحمد الخلق لله عز وجل. انظروا إلى حمد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. مرت عليه الظروف الصعبة، ومرت عليه الأحوال الشديدة، ومرت عليه المصائب المدلهمة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله عز وجل. إن بعض الناس قد يبتلى بالابتلاء اليسير، فماذا يفعل؟ يترك صلاة الجماعة في المسجد، ويبدأ يتكلم بكلام قبيح يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، ويبدأ يفعل أشياء تنافي الصبر وتنافي الرضا بما قدره الله وقضاه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا بأن نكون من أهل الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى.